بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور أمجد الحمداني، اختصاص جراحة كسور المفاصل، موجود بالعراق بغداد. اكتشفت أوبر سميناها أوبر بوابات الصوديوم، وكنا نعالج بها الألم بنتائج ممتازة، وبالتدريج اكتشفنا فوائد أخرى كثيرة لهذه الأوبر. أول حالة تعالجت بهذه الأوبر كانت لطبيب هندي استعملها في الهند على مريض عنده ضمور بالعضلات، وكان التحسن عند المريض 70%. وموجود الرابط مال الصفحة مال هذا المشهور، حيكون موجود إن شاء الله بالبوست. عندي هنا أنا أحمد، هو من العراق من النجف. قد عمرك؟ 35 سنة. نعالج بهذه الأوبر. الأوبر هي تحتوي على مادة الزالوكين فقط، اللي هو مخدر، اللي هو ليس له أي أضرار جانبية. طبعا بالنسبة لكم أنتم في الدول الأخرى متس يعني ماكو احتمال طبيب يضربكم هذه الأوبر، فممكن تستعملون فقط العصارة، الدهن، المرهم، اللي هو رخيص جدا وليس له أي أضرار جانبية. تستعملوه على جانب الرأس، هذا المكان تخلون الدهن هذا جانب الرأس، تدلكون شوية حتى يوصل على فروة الرأس، لأن الشعر ما يشتغل تمام. 5 مرات في اليوم أعتقد كافي. إذا تريد تخلي أكثر، حتى لو تخلي كل ساعة ماكو أي ضرر جانبي، كل ما كان أكثر كل ما أفضل. وكذلك تدهن هذا جانب الظهر من هنا من هنا، هم 5 مرات في اليوم إن شاء الله تكفي. على أسفل الظهر ما تحتاج تدليك، ماكو شعر. أحمد إجاني يوم 26/1/2020، وهسه اترككم وياه هو يحكي لكم على شنو التحسن اللي صار عنده، وراح اراويكم نتائج فحص الدم مالته. اتفضل احمد. انا مقيم بتركيا، وعندي ضمور العضلات الوراثي البيكرم، يعني من زمان سابقا، يعني صار عندي بال 2010 2011 تقريبا، فبقيت عندي حركه طبيعيه بس اعاني من عده، يعني بالصعود بالنزول بالحركه درج بالهذا. بس صارت عندي حالة قبل 4-5 شهور، وقعدت بالمطار مطار اسطنبول، وصار عندي كسر هاي رجلي، صار بيها 4 كسور. فظليت نايم فترة تقريبا شهرين على ما تجبر الكسر، فصار عندي تيبس بالعضلة اللي بيها الضمور، ففقدت الحركة نهائيا. جيت يم سمعت يعني عن دكتور أمجد بالفيس وأتابع وعن هذا، شفت أكو عندهم حالة بيكر. طبعا جيت انا بالعرب انا حتى اعالج يم، فاعطاني العلاج هذا، جاي يستعملون العصاره، واخذ هم فيتامينات من عنده، واخذ هذه الاوبر جاي نستعملها هسه. الحمد لله هسه امشي حركتي شويه، يعني عندي صعوبه كلش قويه، صعوبه مو طبيعيه، بس اقدر امشي، اقدر اقوم اذا اتحرك، يعني تقريبا حركتي جاي ترجع شويه يعني للاحسن ان شاء الله. السباحه قلت لي وجاي هسه هم اسبح، استعمل السباحه علاج طبيعي، واطلع يوميه امشي بالليل. كنت تقدر تسبح قبل؟ لا، يعني عندي مستعيل، كانت الحركه كل عضلاتي تكبس بعد الاوبر. هسه الحمد لله اكو تحسن بس كلش بطيء. ايش قد نسبه التحسن هذا خلال شهر ونص؟ يعني شو اقول لك، فد 30-40% بهالبرج بهالحدود. حقيقه هذا لو قاعد بالغ؟ لا هاي هو جاي احكي لك قدامك. كنت تقول لي انه انت اذا قاعد على قنفه كاوتش ما تقدر تقوم. ايه هسه؟ لا هسه اقدر اقوم، بس عندي صعوبه، بس اقدر اقوم. كنت مستحيل اقدر اقوم. شو تقدر؟ اي ثابت. تمام. هذه نتائج الفحص مالته، فحص الدم السي بي كي. هذا يوم 23/1 السي بي كي كان 6976، وهذا بعد تقريبا شهر يوم 12/2/2020 السي بي كي، طلع الورقتين، السي بي كي قل عنده 900 درجه خلال شهر واحد. تمام. واحنا بدنا نعطي اي كورتيزون اي ستيرويد، نعطي فقط فيتامينات. بالنسبه للفيتامينات اللي انصح بها للاعصاب، هي اولا فيتامين بي 12، ممكن موجود على شكل حبوب او اوبر. فيتامين دي ضروري هم يؤخذ اوبر او حبوب. المغنيسيوم يجي على شكل حبوب، الجرعه مالته تكون بين 400-800 ملغرام يوميا. فإذا مثلا موجودة الحبوب جرعة 200 ملغرام، فلازم المريض ياخذ له 3 حبات مرة واحدة يستمر عليها، لأن الجرعة هي 400-800 ملغرام.
وكذلك يحتاج الزنك بيكولانيت، هذا يجي على شكل كبسولة حبوب 50 ميلي جرام يحتاج يأخذه. أفضل حقيقة بالبداية يأخذ كبسولة مرتين باليوم، مرة سنة يقدر يقللها يسوي واحدة في اليوم يستمر للأبد. كذلك أنصح فيتامين سي يأخذ يوميا على شكل حبوب أو فوار. وكذلك أنصح يأخذ الأوميجا 3 أوميجا 6، هذه الأمور كلها اللي قلتها هي لها علاقة بالأعصاب. شلون احنا دا نستعمل الزالوكين اللي هو مجرد مخدر ودا نحصل هاي النتيجة؟ اكو دراسة منشورة راح اخليها بوست بالصفحة، قالت انه اكو علاقة لهذا المرض مع بوابات الصوديوم. بوابات الصوديوم هي عبارة عن بروتينات موجودة على سطح الاعصاب وعلى سطح كثير من الخلايا، هذه تنظم دخول الصوديوم الى داخل الاعصاب فيساعد على كهربائية العصب. هذه البوابات تكون متخلخلة بهذا المرض، تمام؟ فلما بدنا نعطي زالوكين احنا الشيء يسوي سواء عصارة او اوبر، هذا راح ينظم بوابات الصوديوم، ينظم الكهربائية من العصب، مما يعني نحصل بالنتيجة اكو تحسن. انا مو يعني لست عالما بكل شيء، لكن شلون صار هذا الشيء؟ صار انه اكو دراسات كثيره مشهوره على بوابات الصوديوم اللي علاقه بكثير من الامراض. المشكله التاخر بالعلاج العلمي، انه هم دي يحاولون يخترعون حبوب تشتغل على بوابات الصوديوم، على وهي انواع كثيره بوابات، يقول حبوب تشتغل على بوابات صوديوم معينه، وهذا الشيء لحد الان لم يخترع. فاحنا نقدر نستعمل هذا الزالوكين. الزالوكين هو صوديوم شانل بلوكر، يعني منظم عمل بوابات الصوديوم، فيحصل على النتيجة هذه باستعمال هذه المرهم أو هذه الأبر البسيطة التي ليس لها أي أضرار جانبية. بما أنه أنتم خارج العراق يعني ما أقدر أغرقكم، بس يعني إن شاء الله تحصلون على النتيجة نفسها باستعمال المرهم فقط واستعمال الفيتامينات اللي ذكرتها. أنصحكم كذلك بالتعرض للشمس نصف ساعة يومياً بتكشيف اليدين والرجلين والوجه والرقبة، نصف ساعة يومياً عمود الفيتامين دي يصعد، لأن الفيتامين دي إذا ما تتعرض للشمس ما راح يصعد. 80% من الفيتامين دي يأتي عن طريق التعرض للشمس، 20% فقط من الغذاء، فيجب التعرض للشمس يومياً. وإحنا يعني ما نعرف لحد الآن، أكو مريض تحسن بالهند بنسبة 70%، وعندنا هنا حالة عندي حالات أخرى اثنين لم يتحسنوا سريرياً صار لهم شهر ولكن سي بي كي نزل. فإحنا الآن بداية الطريق، ما نعرف لحد الآن. إذا قدرنا حتى لو مجرد نسيطر على الحالة ومجرد نوقفها هذا إنجاز عظيم، لأنه ده حصله بدون كورتيزون. كما قلت يعني إحنا بداية الطريق لحد الآن. أنا ما حبيت أنشر من وقت، ولكن أقول مريضة مصابة بالضمور فيها الجزار هي اللي خلتني أنشر البارحة، فأنا مضطر قلت لي أحمد إنه اليوم إحنا مضطرين ننشر. هذه التجربة إذا عملتها، أولاً الدهن رخيص ما أمين وليس له أي ضرر جانبية. إذا نحصل 10% 20% تحسن هم يعتبر نعمة. فإحنا بداية الطريق ما نعرف إنه إيش راح يصير. اللي أقوله إنه قبل ما تستعمل الدهن تسوي فحص سي بي كي وبعدين عيده كل شهر، تمام؟ ولا تنتظر تحسن بالحركه قبل مرور شهرين، فعليك ان تصبر وما تفقد الامل. فان شاء الله يكون هو هذا الحل لعلاج هذا المرض اللعين. شكرا جزيلا لكم. هذا اكثر شيء. شلون كانت حركه ايدك قبل؟ يعني اول ما اجيت كانت حركه ايدي هاي صعبه ما اقدر ارفعها، هسه هاي ايدي حره. تقدر ترفعها؟ ارفعها شوف. راح نطلع فيديو اللي قبل شهر شلون كانت ايدك. والله اقعد ارفع ايدك اللي فوق اعلى شيء تقدر ترفعه، هذا اكثر شيء تقدر. راح نطلع فيديو اللي قبل شهر كان اقل، رحم الله والديك.